عمل العمالة جوج المرات على هذا الحساب هذه التويزه هذه جوج المرات اللي جينا على حساب هذه التويزه هذه وقالوا لينا بما هذه البلاد هذه احنا غادي نشوفوا الحل ديالها غادي نردوا عليكم ما ردوش ولينا عاوتاني مشينا وقالوا لينا بما غادي نردوا عليكم ما ردوش دابا تفاجئنا بما السيد يحفر البير فيها والقبيله راه ما عندها فين تمشي من غير ديك الارض فيها ملعب ديال الكره فيها مقبره هاد الارض انا بعدا ملي العقل والوالدين ديالنا كاملين ديال دويمنات يتصرفوا فيها تيبنوا بها المساجد تيبنوا بها تيديروا بها خزاين تيحتفلوا بذكرى ديال عيد العرس ديال 3 مارس من هنيت وهذا الشيء اللي كاين دابا تفاجئنا بهذ الارض هذه جاو جمعوها قال لك ديال السيد وحنا دابا تنقولوا بما جبنا رئيس الجماعه ديالنا في جمله تيقول لك اللي غيعطيه داك السيد انا غنعطيه الجماعه غتعطيه علاش هذاك غادي يعطوه والجماعه غادا تعطي داك الشيء اللي غيعطي لك ديال الدوله اذا كتسمي الجماعه القبائل ما خصهمش يسمعوا واحد هذا هو المشكل اللي كاين دابا على القضيه ديال التويجه ديال الراجل دابا في واحد الربوع ديال الناس ما بغيناهمش يجيو حنا ما بغيناش الناس يجيو حنا جينا هضرنا حنا ناس قلال وجينا هضرنا حنا ناس قلال وجينا هضرنا ودابا حنا جينا عاوتاني شويه كثار مره اخرى راه غتجي مسيره غتمشي ما غاتجيش للعماله غتمشي للولايه ولا ما وصلناش للولايه غنمشيو للرباط. واش الملك؟ هادشي اللي كاين راه ماشي غادي نديرو والسلام حنا ما حابسينش حنا ما حابسينش على بلادنا والبلاد ديال والدينا ديالنا العامل عامله مكناس يشوف لنا المشكل ديالنا ديال الارض ديالنا حنا هاد الارض راه حنا باغيينها مصلحه عامه راه ماشي مصلحتي ولا مصلحتي واحد مصلحه عامه ما عندنا فين ندفنوا ما عندنا فين نديروا حتى حاجه حنا وليداتنا تيركبوا الجبراكب باش يقراوا في الكوليج علاش دايرين الكوليج في الجنوب الشرقي ديال الجامعه علاش دايرين الطبيب في الجنوب الشرقي ديال الجامعه كلشي مهربينو 27 دوار تيمشي على الدوار واحد سميتو واد جديده وحنايا هاد البلاصه هادي هاد الارض هادي القبائل كاملين قريبه ليهم ما يركبوا لا في حافله ما يركبوا في حتى شي حاجه المصانع دار تما ما دارش شي بلاصه اخرى واش الملك هذا هو اللي كاين واش الملك واش الملك واش الملك وانا تنشكركم والله يرحم الوالدين